ما فيهاش بيبو جو. بشير كان قال ان هو مش مسامح حضرتك لحد دلوقتي. لا والله سامحني يا بشير، سامحني الله يخليك. مضى عليها دي من 2001. عشان عارفه ليه؟ لغايه النهارده الاهلاويه في تاريخ هذه المباراه على النت بيغرقوا النت الماتش ده والجمله بتاعت بيبو بشير. لا انت عارفه الجمهور ملوش حل. الجمهور يجيب لك جمل من 30 سنه و40 يعني طبعا، ويصطادوا البعض طبعا. جمهور الكوره، جمهور الكوره يعني عندنا. بس انا الحقيقه حتى لما رحت في السعوديه السوشيال ميديا هناك نفس الكلام يعني. هو يبدو ان الجمهور الكوره في كل حته كده طبعا. يعني ده يصطاد طبيعه الجمهور، طبيعه الجمهور. والكوره لذينة جمهورة يعني ليها شعبية جارفة، وبالتالي بيبقى ليها إفهاتها وتعليقاتها. لو هتسمي حياتك باسم، لو هتسمي روايتك أو مسرحيتك باسم، هيبقى إيه؟ هسمي حياتي هذا من فضل مساء الأنوار. هلا هلا. ينهار أبيض يا ليلى. هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي، لأن أنا في حياتي ما كنتش أحلم، ولو حلمت هقوم أقول اللهم اجعله خير. إنه حياتي تتدرج بالشكل ده بفضل الله، وأبقى موجود في عيون الناس بشكل محترم، وده أهم حاجة بالنسبة لي، إن الناس تشوفني إنسان محترم، ده مهم جدا، وأعتقد الناس شايفاني كده بفضل الله. بالإضافة لإن هم الحمد لله يا رب، وده أنا بستشعره في الشارع، في محبة طبيعية ما بيننا، بيستنوا تعليقي، بيحبوا. دي كلها نعم عظيمة جدا طبعا. أنا كنتش أحلم بيها والله العظيم، أقسم بالله، ولا في يوم من الأيام حلمت أن أنا ممكن حد في الشارع يشاور عليا ويعرف. أبدا أبدا. لكن ده حصل منين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. في روايتك هذا من فضل ربي، أيوة، مين الشخصيات الرئيسية اللي كان ليها فضل على مدحت شلبي؟ طبعا طبعا طبعا. قولي ثلاثة كده كان ليهم فضل كبير على مدحت شلبي. ثلاثة. بعد المولى سبحانه وتعالى طبعا، بعد ربنا. نمرة واحد أمي رحمة الله عليها، الله يرحمها، لأن أمي رحمة الله عليها يعني ترملت وإحنا في سن الظهور. إحنا ثلاثة، أنا وكريمان وهاني. هاني دكتور، وكريمان الله يرحمها بقى كانت مديرة مدرسة، وأنا التلات أماكن دول عايزين فلوس. وأنا والدي كان راجل مدير تربية وتعليم، معاش محدود جدا، فوالدتي قدرت تتدبر الحياة وتربينا إحنا التلاتة. كلية شرطة بمصاريفها، كلية الطب بمصاريفها، الوحيدة يمكن اللي ما كلفتهاش قوي هي كريمانة كلية بنات. فقدرت تطلعنا وتربينا وتدخلنا كليات ونتخرج ونعيش وتحط فينا أسس. ويمكن دايما الجملة دي يا أستاذة منى بقولها أنا في حياتي كلها، إن أمي الله يرحمها كان ليها جملة مقصورة قالتها لي، قالت لي وأنت في عز زهوتك إذا جات لك لحظة زهوة أو قوة، لازم تحط في ذهنك في نفس اللحظة إن أنت أضعف واحد. إذا جالك الشعور ده باستمرار هتعدي في الحياة. دي كان كلام أمي الله يرحمها، وهي مش متعلمة، بس كان عندها حكمة في الحياة يعني. فدي نمرة واحد. نقول مثلا نمرة اثنين الله يرحمه الكابتن اسماعيل عبد الفتاح، لأن هو اللي اداني الفرصة في إن أنا أخش مبنى التلفزيون. هو اللي عمل مذكرة ورفعها لرئيس التلفزيون وقال إن هذا الوجه أراه صالحا لتقديم البرامج التلفزيونية. وأنا كل ده بتكلم في مجال العمل يعني. نمرة ثلاثة اللي ادتني فرصة إن أنا أبقى معلق، وبالتالي الناس تحبني وترتبط بيا وارتبط بيهم، مدام وفاء فاضل. هذا في مجال الـ العمل يعني. لكن في حياتي بشكل عام طبعا في، لا في حاجات كتير يعني.